التشوهات والعيوب الخلقية في الأطفال شيء مؤلم نفسياً جداً، قد مشاكله الصحية وخطورته على حياة الأطفال في معظم الأحوال. التشوهات والعيوب الخلقية أسبابها ممكن تكون جينية أو بسبب تعرض الأم لعدوى فيروسية أثناء الحمل أو عيوب بالتمثيل الغذائي، وممكن يكون بسبب أخطاء وقعت فيها الأم أثناء الحمل زي التدخين والكحوليات أو تعرضها لتلوث إشعاعي أو بيئي أو عدم المتابعة الدورية مع الطبيب. واجب على كل حامل المتابعة في مراكز الصحة أو مع الطبيب المختص وعمل كشف دوري، خصوصاً للحوامل اللي بيعانوا من أمراض السكر أو ارتفاع في ضغط الدم، والمحافظة على التطعيمات أثناء الحمل، لأن الكشف المبكر بيحد من ظهور التشوهات الخلقية عند الأطفال. أهلاً بيكم، النهاردة يوم مهم جداً مع اسم متميز للغاية في عالم مهم جداً اسمه جراحة الأطفال. هذا العالم عالم مثير ومظلوم، مش هو اللي مظلوم جراحة الأطفال الحقيقة، لكن هقول لكم المظلومية جاية منين. أولاً أي حاجة خاصة بالأطفال لازم نركز قوي إن الثقافة فيها مهمة، لأن أنت بتتكلم على كائن رقيق جداً لن يشتكي بكلمات محددة. الجراحة العامة، واحد عنده التهاب في المرارة هيصوت ويلم الدنيا عليه ويجي لك جري ويقول لك الحقني أنا عندي التهاب في المرارة واعمل لي جراحة وأنا جاهز، هو نفسه بيتحرك. الطفل مش يعمل ده، الطفل عنده مشكلة، الطفل ما بيعملش حاجة غير أنه يعيط أو حتى ممكن ما يعيطش في حالات معينة. إذن الثقافة بقى بتاعت طب مين اللي هيبدأ يحركه أو يتحرك بيه؟ الأهل. يبقى لازم الأهل يكون عندهم الثقافة. الأهل دي ما هي نقطة مهمة قوي، هل كل أب وأم فعلا مؤهلين يكونوا أب وأم؟ يعني كل من خلف ينفع يتقال عليهم أب وأم فعلا؟ هي المسألة مش خلفة بس، المسألة مسؤولية. أنت لما هتخلف هتقدر تشيل مسؤولية أن أنت ابنك يكون عيان فما تنامش الليل وتاخده بسرعة للدكتور؟ الدكتور بقى دي الجزء الثالث في الكلام، التخصص. أنت عارف أن في تخصص اسمه جراحة الأطفال؟ ما هم جراحة الأطفال تختلف عن دكتور الأطفال، ما في حالات معينة جراحة الأطفال قيمتها المهمة جدا أنها جراحة طبعا، وأنه أشياء معينة لو ما اتعملتش في التوقيت معين بالنسبة للطفل، الطفل ده يعاني من إعاقة أو مشكلة ممكن تأثر عليه مدى حياته، ممكن ما ينجبش مدى الحياة، ممكن ما يبقاش سليم النمو مدى الحياة. لأنه أنتوا متخيلين بيت من الأول كده الأساس فيه ما تعملش كويس، يبقى البيت ده فيه هيفضل طول الوقت وطول العمر البيت ده فيه مشكلة خطيرة جدا. طبعا أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن احنا عندنا ثقافات معينة لازم تتشال، اللي هي الواد هنوديه الجراحة، لا 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 نوديه لدكتور الأطفال، الجراحة يقول لك عملية والواد مش هيستحمل. كلام ملوش علاقة بالطب ولا بالعلم، ما هو لو محتاج يبقى لازم، وحتى تستحمل وما يستحملش الجراحة دلوقتي تقولي التخدير، ده التخدير بيتعمل في يوم في اليوم الاول ممكن يتعمل حاجات كتيره بقى. طب نستنى شويه ده هيبقى كويس، خليه بس ينام ونروح بعد ما نرجع من المصيف، ما تطربي ما فعل الله ولا فعلك، ما تطربناش على الواد، نوديه للدكتور بتاع العيله بتاع الاطفال هو هيعالجه، نقعد نتصل بالدكتور والدكتور ممكن كمان ما يكونش عنده الخبره الكافيه انه يحول لجراحه اطفال، لا نروح بيه الجراح بتاع، ما نروحش لجراحة أطفال، نروح لجراح عام. يختلف تماما في الخبرات وفي التعامل، أنسجة الطفل شيء مختلف عن أنسجة الراجل، ولو ما كانوش عملوا برانش اسمه جراحة أطفال. النهارده هنفهم الكلام ده بالتفصيل وهركز على موضوع مهم جدا، بس الأول اسمحوا لي أرحب بضيفي العزيز اسمه متميز للغاية واسم ما شاء الله نابع، ويعني نتوقع منه أداء علمي رائع جدا جدا سواء في الحاضر أو في المستقبل إن شاء الله. الاسم المتميز للغاية دكتور أسامة عبد العظيم استشاري ومدرس جراحة الأطفال بمستشفى أبو ريش الجامعي، واستشاري أول جراحة الأطفال وحديث الولادة وجراحات مناظير الأطفال بمستشفى أبو ريش الجامعي، والمدرس لجراحة الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة قصر عيني، وصاحب دكتوراه جراحات الأطفال من جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية لجراحة الأطفال. الاسم المتميز، أهلا بيك دكتور أسامة. مرحبا بك دكتور أيمن. الله يخليك، لو قلت لك الكلام اللي أنت نفسك تقوله حضرتك يعني أوجزت يعني الناس فعلا يعني ظلمكم، ظلمة جراحة الأطفال. هو مبدئيا يعني إحنا يعني كمقدمة للموضوع إحنا لازم طبعا الناس تعرف يعني إيه جراحة الأطفال،
لان كتير جدا ما يعرفوش ايه هي جراحه الاطفال، او ناس كتير بتعتقد ان جراحه الاطفال يعني مش هي الجراحه العامه، وكذلك مش هي طب الاطفال. الجراحه العامه الجراح بيهتم بالمشاكل الجراحيه الخاصه بالبالغين، اما طبيب الاطفال يختص بتشخيص وعلاج الامراض الباطنيه للاطفال وكذلك الوقايه منها. اما جراح الاطفال بيهتم بتشخيص وعلاج التشوهات الخلقيه والمشاكل الجراحيه للاطفال في المراحل العمريه المختلفه من اول سن يوم لحد 18 سنه. تمام. وفي بعض بس دي ورا مش عندنا، اللي هي الجراحات الجنين، بس هنا احنا لسه مش مفيش تطور فيها في مصر. احنا يعني مجازا بنقول جراحه اطفال تشمل من اول سن يوم لحد 18 سنه. جراحات الاطفال تشمل العديد من التخصصات، زي جراحات الجهاز الهضمي، تشمل جراحات المريء والفتح في الحجاب الحاجز، وجراحات القولون والشرج، كذلك جراحات الاعضاء التناسليه للاطفال وعيوب مجرى البول، كذلك اورام الاطفال، وجراحات حديث الولاده، وجراحات مناظير الاطفال، وتجميل الاطفال، واهم موضوع بيهمنا كجراحين اطفال موضوع الشفه الارنبيه وسقف الحلق المشقوق. ايه اهميه انه حد يروح يختار جراح اطفال؟ طبعا ده الموضوع ده مهم جدا، لان من حق طفلك عليك اللي هو لازم توديه لجراح اطفال متخصص، لان جراح الاطفال هو الافضل في التعامل مع المشاكل الجراحيه في المراحل العمريه المختلفه، لان الاختلاف ما بين الطفل والبالغ مش اختلاف في الحجم بس، لا، احنا ممكن نلخص الاختلافات عن طريق ثلاث نقط مهمه. اولا طبيعه المرض، يعني مثلا امراض كتير في الاطفال او المشاكل الجراحيه في الاطفال بتكون كونجنتال خلقيه، زي مثلا موضوع احنا هنتكلم عليه النهارده موضوع الفات الارابي، ده موضوع خلقي على عكس الفات الارابي في البالغين بيكون ضعف في عضلات البطن. الحاجه اللي بعد كده طبيعه الانسجه للطفل، طبعا الانسجه في الطفل بتكون فيري فاين، رفيعه جدا، زي ما احنا هنتكلم في جراحه الفات الارابي بيكون جنبينا الفاز اللي هو الوعاء الناقل والاوعيه بتاعه الخصيه، حاجه رفيعه جدا يعني تعتبر زي الشعره، ذلك التعامل الفاين اللي هو الرقيق جدا مع الانسجه ده بيفرق جدا في الاوتكم او نتائج الجراحه. الحاجه اللي بعد كده الاختلافات الفسيولوجيه ما بين البالغ والطفل، طبعا في اختلاف ما بين الطفل والبالغ في الفيتال ساينز اللي هي العلامات الحيويه، النبض، الضغط، الحراره، طبعا مختلفين كل الحاجات ديت. مثلا لو الهارت ريت او عدد نبضات القلب في الكبير من 60 ل 100، في الاطفال لو وصل لحد 120 قد تكون مقبوله وتعتبر وزن نورمال الطبيعي. الحاجه الثانيه توزيع السوائل في الجسم، ده بيختلف على حسب سن الطفل وعلى حسب وزنه، وده بينعكس على كميه السوائل المطلوبه او المحاليل المطلوبه للطفل والعلاج المطلوب على حسب وزن الطفل وعلى حسب سنه. ده كلام مهم جدا. من اشهر الحاجات اللي بنشوفها او بنسمع عنها الفتق الارابي، ما هو الفتق الارابي؟ طبعا هو الفتق الارابي طبعا زي ما حضرتك قلت من المشاكل الشائعه جدا عند الاطفال. مبدئيا يعني ايه فتق؟ فتق يعني فتحه في جدار البطن تسمح بخروج احد محتويات البطن لخارج تجويف البطن، قد يكون امعاء، قد يكون المبيض في البنات، او منديل البطن. وايه هي المنطقه الارابيه؟ هي عباره عن المنطقه اسفل البطن واعلى الفخذ في الطفل سواء كان ولد او بنت. طيب يعني ايه بقى فتق ارابي؟ فتق ارابي عباره عن انتفاخ او تورم في المنطقه الارابيه، الانتفاخ ده بيزيد مع بكاء الطفل او الحزن، وبيقل مع هدوء الطفل او بالضغط عليه. ده تعريف الفتق الارابي. ده بالظبط كده. ليه حصل الفتق الارابي؟ الفتق الارابي في الاطفال بيكون خلقي زي ما احنا قلنا، على عكس الفتق الارابي في البالغين بيكون ضعف في عضلات البطن. طيب ايه اللي بيحصل؟ مثلا في الولاد اثناء التكوين الجنيني الخصيه بتكون موجوده داخل البطن، بتنزل بتاخد مسار لحد ما توصل لكيس الصفن او كيس الخصيه. المفروض بعد ما بتنزل في فتحه بنسميها اللي هي البروسيس فيجينالس، المفروض بتقفل طبيعيا.
لو فضلت مفتوحة أو ما حصلهاش انغلاق كامل ديت بتنتج عنها الفات الإرابي وبتسمح بخروج محتويات البطن زي الأمعاء في خارج تجويف البطن، والفتق ممكن يظهر في المنطقة الإرابية وقد يكون فتق كامل يمتد إلى كيس الصفن، وكمان لو الفتق طول أو بقاله مدة ممكن يوصل لحد كيس الصفن أو كيس الخصي. النسبة يعني إحنا بنسمع الفتق الإرابي كتير، ده معناه أنه منتشر أكيد. طبعا الفتق الإرابي من المشاكل الشائعة جدا عند الأطفال، نسبة حدوثها من 1-5% في الأطفال مكتمل النمو. طيب لو طفل مولود قبل ميعاده اللي هو مولود قبل 37 أسبوع، لا النسبة بتزيد تصل ل 25%. دي حاجة. الحاجة التانية، الفتق الإرابي بيحصل في الولاد وفي البنات، على عكس بعض الناس بيعتقدوا أن الفتق الإرابي ما بيحصلش في البنات، لا هو بيحصل في الولاد والبنات، ولكن نسبة حدوثه في الأولاد بيكون أكتر من البنات بنسبة 6-1. طيب الفتق ممكن يحصل على ناحية واحدة أو جنب واحد أو جنبين. طيب نسبة حدوثه على الناحية اليمين بنسبة 60%، نسبة حدوثه على الناحية الشمال بنسبة 30%، قد يحدث على الجانبين بنسبة 10%. يعني لو جبنا 100 حالة عندهم فتق ده النسب بتاعته بالظبط. ازاي نشخص ان في طفل عنده فتق إرابي؟ الفتق الإرابي بتشخص الأم بتشتكي ان في انتفاخ او تورم في المنطقة اسفل البطن دي، المنطقة الإرابية، بتقول يا دكتور هو التورم ده او الكلكعة ديت لما بيعيط او بيحزق بتبدأ تظهر، ولما بيهدى او لو انا ضغطت عليها اختفت. ده الأم بتيجي تقول كده، او ممكن يكون يتشخص الفتق الإرابي بالفحص الروتيني مع طبيب الأطفال. زي ما حضرتك ذكرت قبل كده لما يكون الطفل عنده مشكلة غالبا الأهالي بيخافوا يروحوا للجراح على طول، غالبا بيروحوا لدكتور الأطفال وغالبا هو اللي بيشخص الحالة ويبعتها لجراح الأطفال. يعني لازم علاقتكم تكون بأطباء الأطفال جيدة يعني. الناس بتخاف فعلا يروح أول ما ابنه يعني عنده مشكلة يخاف يروح للجراح على طول، حتى لو هو شاكك اللي عنده مشكلة جراحية لا يقول لك أنا راح أطمن الأول قبل ما أروح للجراح. طبعا. وعلى فكرة الجميل بقى والمفيد ليكم الحقيقة أنه دكاترة طب الأطفال في مصر شاطرين. فعلا يعني 99.9% منهم شاطرين فعلا. يعني محظوظين ان دكاتره الاطفال في مصر شاطرين، اقسام الاطفال وكل اللي بيدخل طب اطفال في مصر اساسا بيبقى داخل غاوي طب. ده حقيقي. ده حقيقي يعني غير اي برانش تاني لانه بيتعب. شخصنا، هنبدا بقى يعني في حاجه غير التشخيص هنعملها ديفرنشال دايجنوز، هنفرق بينه وبين حاجات تانية؟ طبعا هو المهم جدا طبعا التشخيص او الكلينيكال اكزامينيشن مهم جدا عشان نفرق ما بين الفتق الإرابي وحاجه اسمها الهيدروسيل او القيله المائيه. ايوه. القيله المائيه هو عباره عن تجمع سائل شفاف حوالين الخصيه، او ساعات بيكون في تحوصل في الحبل المنوي، ولكن المانجمنت او علاج القيله المائيه مختلف على الفتق الإرابي. الفتق الإرابي زي ما هنقول دلوقتي هو طبعا علاجه جراحة على طول ما بنستناش عليه، ولكن القيلة المائية بنصبر عليها لحد سن سنة لأنه ممكن تختفي لوحديها. طيب لو ما اختفتش بعد سن سنة هيحتاج جراحة بسيطة. إيه المضاعفات إن واحد عنده فتق إرابي يترك؟ تمام. طيب إحنا قلنا إن الفتق عبارة عن فتحة في جدار البطن بتنزل فيها محتويات البطن زي الأمعاء أو المبيض في البنات. طيب هو طبيعي أو العادي اللي هو uncomplicated hernia، الفتق ما فيهوش مضاعفات، المحتويات بتدخل وبتخرج. طيب ممكن في أي لحظة المحتويات دي تخش في الفتحة بتاعة الفتق وتتزنق، يبقى كده تتحول لحاجة اسمها فتق مختنق. طيب لو الفتق المختنق ده فضل مدة معينة، في الأول ممكن يحصل انسداد معوي لو في أمعاء. طيب لو المدة طولت بقت أكتر من 6-8 ساعات، لا كده هيتأثر الدموية والانسداد المعوي هيتحول لغرغرينة معوي. ما فيش دم واصل بالظبط، غرغرينة في الأمعاء. وكذلك الضغط بتاع الأمعاء بيضغط على الخصية ويحصل غرغرينة في الخصية كمان. كانه ما هو الحاجه لما تدخل كده ويتقفل عليها من فتق ده بالظبط، كانت شنقت بالظبط، كانت شنقت بالظبط، شنقت هي استرنجليشن. استرنجليشن شنقت، اتشنقت مفيش دم واصل الحته اللي هنا دي يبدا تعاني وممكن يحصل لها غرق. طب يحصل ايه يعني؟ ما يحصل، ما هو في ناس يقول لك ايه يعني حته ماتت. ما هو حته ماتت الموضوع هيتحول من حاله بسيطه
لحالة اللي هي حالة جراحة يوم واحد لحالة كبيرة، هنحتاج نعمل استئصال لجزء من الأمعاء، هنوصل الأمعاء ببعضيها، ممكن لو التشخيص متأخر ممكن يحصل لا قدر الله تسمم في الدم. لا الموضوع كده تحولناه من حالة بسيطة لا لحالة كبيرة. حالة بسيطة تدخل في عملية سهلة بالنسبة لكم، طفل يروح في نفس اليوم ويروح في نفس اليوم. حاولنا بقى اللي هو هيخش مستشفى هيتحجز كام يوم، ممكن لو حالته وحشة ممكن يخش الرعاية. تمام، لا يعني احنا طولنا، بدل ما هيقعد يوم وهيروح في نفس اليوم لا هيقعد مثلا اسبوع قبل ما الحالة بتاعته تستقر. احنا في غنى عن كل ده اصلا. سؤالي برضو قبل ما نروح للعلاج، هل ممكن فتقة حصل في طفل وتساب شوية ورجع وبتاع، ممكن في يوم يعني كان ماشي بقاله فترة بيطلع الحاجة وبترجع تاني بتزق، انت اخبال حضرتك معايا، وفجأة في يوم هل ممكن يتخنق الحاجات اللي طالعة دي؟ طبعا هو الفتق الإربي خلاص عرضة يحصل له اختناق في أي لحظة بدون أي مقدمات. مهمة جدا. النقطة التانية، كل ما كان الطفل صغير كل ما كان نسبة حدوث السترنجليشن أو الاختناق أكبر، الاختناق بتاع الحاجات اللي لذلك الناس دي. تقول لا ده طفل صغير أنا خايف عليه من العملية، لا أنت كده بتعرضه لخطورة أكبر. الطفل يستحمل العملية ولكن ما يستحملش الاختناق الفتق والغرغرينة والمشاكل اللي ممكن تحصل له. قول لي بقى طرق العلاج ايه. طيب هو الفتق الإربي هو علاجه الوحيد هو التدخل الجراحي في اقرب وقت ممكن بعد التشخيص، على طول بنحضر الطفل العملية. يعني طبعا دي حاله مش امرجنسي ولا حاجه، ولكن بنعملها في اقرب وقت. تمام، بنعمل ايه؟ احنا طبعا بنطمن اهل، اللي هو لان السؤال ده الشهير بنسأله كتير جدا، يا دكتور هل الطفل هيستحمل البنك؟ هيستحمل البنك مفيش اي مشكله. الجراحه الامنه بتكون عن طريق كذا عامل. اولا الجراح الاطفال المتخصص، جراح الاطفال المتخصص اللي هيتعامل مع الطفل. تاني حاجه الدكتور استشاري تخدير الاطفال اللي هو هيبنج الطفل، كذلك التمريض اللي هو هيتعامل مع الطفل قبل العمليه وبعد العمليه، وكذلك المستشفى تكون مجهزه معده فيها تقنيات عاليه لتخدير الطفل. لذلك كل الكلام ده او كل العوامل ديت بتؤدي للطفل لبر الامان. لذلك فريق طبي متكامل يعادل جراحه امنه. الناس تسألك على مكان الجرح لأنه هيخافوا لك تطفل ومكان جرح، وخصوصا في البنات. تمام، احنا طبعا بنطمن الأهل اللي هو الجرح بيكون أسفل البطن مع تناية الجلد. الجرح لا يتعدى 1.5 سنتي، بنقفله بخيوط تجميلية، الخيوط دي بتدوب تلقائيا وحديها، مفيش بقى فك سلك ولا شيل غرز ولا أي حاجة خالص، وكده كده أصلا مع تناية الجلد بعد كده مفيش أي أثر ليها خالص. الطفل بيتعافى بعد قد إيه؟ حوالي الطفل بيقعد أيام، اللي هو طفل كبير شوية 5 أيام ويرجع لحياته الطبيعية عادي جدا يعني. سؤال تاني بقى مهم قوي، حضرتك قلت أن هذه عملية نقول عليها عاجلة وليست طارئة، في فرق بين التعبيرين. عاجلة يعني تعمل في أيام قصيرة، يا ريت مثلا يا جماعة يومين ثلاثة بالكتير أربعة خمس ماشي، يعني ما تقولوش بقى أروح أصيف وأرجع والكلام ده كله. لكن إمتى تبقى طارئة؟ طارئة يعني دلوقتي حالي. طبعا الفتق ممكن في اي لحظه يبقى حاله طارئه، يبقى كده احنا كده دخلنا في مرحله الخطر. تمام، امتى العلامات اللي هقولها ديت؟ لو حصل الطفل كده احنا خلاص لازم ننزل حالا لجراح اطفال متخصص يبص على الطفل ويشوفه ويتعامل مع الطفل. لو حصل اختناق الطفل، طب انا اعرف ازاي اللي حصل اختناق الطفل؟ الفتق ما بيرجعش، يعني هو كان طبيعي كان بيدخل ويخرج، لا مزنوق ما بيرجعش. تمام، الطفل الام تقول ده محجر مكان الفتق، محجر يا دكتور. تمام، حصل الم شديد، لان هو طبيعي الفتق ما بيعملش الم، ولكن وانس بقى في الم شديد وفي قيء مستمر، لا كده حصل اختناق للفتق ولازم التدخل الجراحي السريع، ولازم دكتور جراح اطفال يشوفه حالا، مفيش انتظار في الحالات الطارئه. هل الطفل بيبكي في الحالات دي، بيصرخ بيعيط باستمرار، ولا ممكن يكون هادي؟ الطفل لو الفتق لو مختنق يخلي الطفل يعيط، تمام، عشان الالم هيكون موجود بالظبط كده. اما في العادي الفتق ممكن لو بس بيدخل وبيخرج ممكن يعمل شويه مغص، او نخلي عدم ارتياح، يعني الطفل بيحس بديسكمفورت، عدم ارتياح. ايه اكتر الحاجات اللي بتشوفها لازم تتغير في ثقافه الناس حول التعامل مع سواء الفتق او مع جراحه الاطفال؟
اكيد في حاجات بتنرفزك يعني. طبعا هو لازم طبعا جراح الاطفال لان هو الاقدر على التعامل مع المشاكل الجراحيه في المراحل العمريه المختلفه، دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم برك جراحه الاطفال او المشاكل الجراحيه ليها وقت معين في الجراحات، يعني مثلا احنا قلنا الفت الارهابي احنا بنصبر عليه، ما بنصبرش عليه، بنعمله على طول، او ما بتشخص بنجهز الطفل وبنعمله في اقرب وقت ممكن. طيب على عكس الفتق السري مثلا، لا الفتق السري ممكن ننتظر عليه لانه معظم الحالات بيقفل لوحديه وممكن نعمل عمليه بعد سن 4 سنوات. طيب القيله المائيه زي ما احنا اتكلمنا فيها، القيله المائيه لا لو اتشخصت هي قيله مائيه مش فتق ارهابي، لا بنصبر عليها لحد سن بعد سنه. بعد سنه. وكذلك الخصيه المعلقه تتعمل عند عمر 6 شهور. هنتكلم ان شاء الله في المرات الجايه عن الخصيه المعلقه بالتفصيل، بس هي السن المناسب ليها بدايه من عمر 6 شهور. الحيل السفلي اللي هو عيب مجرى البول بيتعمل بدايه من عمر 6 شهور، وهكذا كل جراحه ليها الوقت المناسب ليها. هتكلم معاك في ثلاث محطات. في كل محطه في اختيارات، يعني في المحطه الاولانيه ابيض واسود ورمادي، الابيض هو الصح، الاسود خطأ تماما، الرمادي بين البنين. المحطة الثانية تبقى متهم وجاني وبريء، والمحطة الثالثة وهم وشك ويقين. هتقول لي اختيارك وتعلل لي هذا الاختيار في شيء من الاختصار، لكن في حوارات هتبقى مهمة جدا، بس هنبدأ الأول بالمحطة الأولى، الأبيض الاسود الرمادي. أبيض اسود أم رمادي؟ يقول الخال أو العم أو حد في الأهل ما تعملوش أي حاجة، هو شوية لما يكبر الأمور هتتحسن وهيلتئم كل شيء، ومع النمو كل حاجة بتتظبط، ما نلعبش في الواد. أبيض أسود أو رمادي؟ ده أسود وده اسمه فتي. الفتي قد يؤدي أو يعرض الطفل للخطر يعني. وبنسمع كتير المواضيع دي، الكلام ده بتسمعه كتير جدا، يجي يقول لك وجها لوجه، بيقولوا لان هو يعني هو عنده الاهل ساعات بيكون عندهم ثقه في الاهالي غير متخصصين، تمام، ساعات بيكون اكتر بالدكتور، لما يسمع الجده او الجد او العمه او الخال ساعات بينساق لهذا الخطا يعني. وطبعا قد يعرض الطفل للخطر لو مشي وراه يعني. هو في حد بيبقى في العيله موثوق فيه يعني، اللي هو دكتور كبير العيله؟ هو مش دكتور، هو بيبقى ايه له علاقه بالطب، مثلا محاسب في مستشفى، مدير علاقات عامه، مدير اداره ماليه في حته معينه، مدير الصحه، فبيتهيألهم لا، ما هو طبعا بيتعلم مع الدكاتره، يقول لا ده انا قاعد طول اليوم مع الدكاتره، هو مش عارف حاجه عن الطب، ده هو محاسب، الراجل بتاع حسابات زي الفل، محترم طبعا وعلى دماغنا، لكن احنا زي ما احنا ما بنفهمش في الحسابات هو ما بيفهمش في الطب، كل واحد له علمه يعني. طيب المحطه الثانيه، جاني متهم ام بريء؟ الجاني والمتهم والبريء ده يعني ده نقي الاب، يعني الاب والام اللي ما بيعملوش كشف دوري على اولادهم في اي حاجه بقى، يعني ما بيعملوش ان انا اخد الطفل اروح بيه لجراح اطفال او دكتور اطفال يعمل كشف دوري، ما في حاجات مش باينه، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ ده جاني طبعا، جاني. بس طبعا هو معظم الاباء والامهات لا هم بيكونوا كينة على طفلهم، واول ما بيحسوا اللي فيه مشكله بيتحركوا على طول يعني، غير مثلا لما كنت كبير عنده مشكله خلاص لا دم هي ما بتوجعش وما بتجيبش دم ممكن يصبر عليها شويه وبتاع، ولكن لا مع ابنه لا بيتحرك يعني. يعني بيبقى لا، وخصوصا في مصر يعني هنا فعلا. في مصر الدنيا افضل كتير من حته تانية في العالم. طيب المحطه الثالثه بقى، وشك ام يقين؟ إهمال الفتق قد يؤدي إلى أن هذا الطفل يصبح عقيماً، وهم أم شك أم يقين؟ لا طبعاً يقين، الكلام ده صح جداً. لأن إهمال الفتق، إحنا لو الفتق حصل فيه اختناق وحصل غرغرينا في الخصية، إحنا كده نص خصوبة الطفل إحنا ضيعناه، تمام؟ بالمقابل اللي إحنا هي لو تشخص بدري وتعامل بدري، لا إحنا بنحافظ، بيبقى الطفل يعني ذو خصوبة كاملة. أما
الطفل تعرضنا للخطر او حصل فيه مشكله وحصل استرنجوليشن وحصل غرغرينا في الخصيه، لا احنا كده يعتبر فقدنا نص خصوبه الطفل. معلش ليه غلط اقول تاني وهم وشك ويقين في حاجه تانيه، فاسمحوا لي ان انا اعمل وهم وشك ويقين اتنين. الوهم وشك ويقين التاني هو يا باشا جراحة أطفال إيه وبتاع إيه الكريم ده بيعالج الفتق مية بية، دهنه أنت بس ودفي الحتة الأمور هترجع زي الفل. ده بيعالج ولا شك ولا يقين؟ ده بيعالج الفتي. بس في ناس ممكن تقول كده؟ الكلام الفتي كتير جدا يعني. للأسف أنا بشوف على اللي هي القنوات أقول إيه، بس دي مش قنوات، دي ما يتقالش عليها، يتقال عليها كوارث يعني. ودول كلهم بره النايل سات، كلهم بره الدولة المصرية، كلهم بيذيعوا من حتة غريبة، يطلع استرابة كده مكتوب عليها ايه؟ الكريم الأفضل لعلاج الفتق، بس ده بيتكلموا على الكبار، هما ما بيتكلموش على الأطفال. بس نصيبة سودة، كريم بيعالج فتق ازاي يعني؟ حاجة ده فتق ده حالة جراحية. كريم اللي هيعالج، بس ممكن حد يجي يقول لك انا هحط كريم للواد غير طبعا، بس طبعا ثقافة الناس طبعا اتغيرت كتير جدا عن الأول، وعن جراحات الاطفال وعن المشاكل الخلقيه او التشوهات الخلقيه في الاطفال، واصبح الكلام ده يعني الناس ما بتصدقوش قوي يعني. ممكن هو ممكن يجرب على نفسه الكلام ده، بس على ابنه صعب شويه. انت نورت وشرفت وابدعت. ربنا يكرمك يا فندم وربنا يوفقكم. ربنا يكرمك ويعينكم. شكرا جزيلا. بص بقى قبل ما ننهي النهارده هقول كلمتين مهمين جدا جدا. مستشفى بوريش، مستشفى بوريش دي واحدة من الأماكن اللي ربنا راضي عنها، وكل اللي بيشتغلوا فيها ربنا بيديهم ثواب كبير جدا. صحيح إنه الحمل تقيل، وصحيح إن المسؤولية جامدة، وصحيح إنه يعني العبء ضخم جدا جدا، عدد الولاد وعدد الأطفال عندهم مشاكل صحية أكبر من أي حد يتخيله من ناحية العدد. عشان كده أنا بدعو الناس المقتدرة إنها تقف جنب مستشفى بوريش. الناس اللي بتعمل أفراح بمبالغ هائلة، والحمد لله يعني الدولة عشان الكورونا حدت من موضوع الأفراح ده، والمفروض يبقى فيه يعني الناس من حقها تفرح. بس وانت بتفرح لازم تاخد بالك من مستشفى بوريش، وانت بتعمل مهرجان لازم تاخد بالك من مستشفى بوريش، وانت بتصرف فلوس وتجيب عربية غالية قوي لولادك او حاجة جامدة ماشي جميل، بس خد بالك من مستشفى بوريش. الناس هناك محتاجة اللي ياخد بالها منهم قوي، ناس هناك غلبة جدا جدا، والدولة بتعمل مجهود كبير قوي، بس لازم ايدين تانية تتمد، ايدين الناس المقتدرة اللي ربنا فتح عليهم ده مهم قوي، بدل المنظرة والفشخرة الأوفر في حاجات ملهاش قيمة وما بتديش سعادة. يعني بشوف ناس عملت حفلة وعملت بتاع وآخر اليوم متضايقة أو مخنوقة، السعادة أصلها تيجي من عند ربنا، مش هتيجي بأن أنت تعمل حفلة وتتمنظر وتجيب فلان يعمل وتصرف وتدفع فلوس وأكل جاي منين ومش عارف إيه جاي منين، والحفلة تختم بغم لان انت ما شفتش بوريش. ارجوكم نشوف بوريش، نشوف الاصل يعني، نشوف مستشفى الحسين، نشوف عين شمس. نورت وشرفت. الله يسعدك يا فندم. ضيفي العزيز دكتور اسامه عبد العظيم، استشاري ومدرس جراحه الاطفال بمستشفى بوريش الجامعي، واستشاري اول جراحات الاطفال وحديث الولاده وجراحات مناظير الاطفال بمستشفى بوريش، والمدرس لجراحه الاطفال قصر العيني جامعه القاهره، صاحب دكتوراه جراحه الاطفال جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه لجراحات الاطفال، الاسم البارز والاسم النابه. ما شاء الله نورتنا ومتشكرين على هذه الزياره الجميله، وننتظر جراحه الاطفال بقى، لان احنا عندنا غير الفتق حاجات كتير ان شاء الله. اكيد نورتنا. شكرا جزيلا. خليكم دايما مع الناس الحلوه.